أهلا بكم إلى نشط ظاهرة من طنجة، والبداية بأبرز العناوين. إسرائيل تقصف قطاع غزة فجر اليوم، وحصيلة 48 يوما من العدوان تصل إلى 2097 قتيل. ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف مسجدا في محافظة ديالى شمالية شرق بغداد إلى 68 قتيل. وباء إيبولا ينتشر بسرعة ويحصد أرواح 1427 شخص. أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا بالملف الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 48 يوما على قطاع غزة إلى 2097 قتيل، من بينهم 561 طفلا على الأقل. وأكد ذات المصدر أن عدد الجرحى بلغ حوالي 10,540 فلسطينيا، من بينهم نحو 3,200 طفل أصيبوا بجراح مختلفة تسببت لدى العديد منهم في إعاقات جسدية دائمة. التفاصيل في تقرير نجاة بوتفسوت. غزة تكتوي بنيران الاحتلال الإسرائيلي، القطاع لا زال يحترق تحت الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على عدد من المواقع بالقطاع، غارات أتت على الأخضر واليابس وأنهت حياة مزيد من المدنيين، دمار وخراب يكشفان حجم العدوان الإسرائيلي على قطاع منهك أصلا من الفقر والحرمان والعزلة والحصار. كنت قاعد أنا وولادي وزوجتي في قلب البيت، فاحنا قاعدين يعني ما فيش أي حاجة، ما تفاجأنا إلا بصاروخ نزل على قلب الدار عندنا، فالحجار طيرت علينا، جينا بدنا نطلع من الدار لما ضربوا كمان صاروخ زنان علينا، فلسه قاعد بنزل على الدرج أنا وولادي، وهذا زوجتي تصاوبت وأنا تصاوبت وأخويا تصاوب وأبويا وأخو كلنا تصاوبنا، نطلع لسه برا اللي أكثر من صاروخين F-16 ضربوا علينا على الدار. واصلت تل أبيب مسلسل التقتيل والتدمير في غزة كيف لا، وهي من توحدت على لسان رئيس حكومتها بتكثيف عملياتها العسكرية انتقاما لمقتل طفل إسرائيلي في غارة أطلقت من غزة على أحد المنازل الإسرائيلية في وقت لم يقم فيه بنيامين نتنياهو وزنا لأزيد من 560 طفلا فلسطينيا قتلوا بالصواريخ الإسرائيلية. بالأرقام دائما تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن ضحايا الحرب الإسرائيلية المفتوحة منذ 48 يوما وصل إلى نحو 2100 قتيل، إلى جانب إصابة 10,540 آخرين من بينهم نحو 3,200 طفل بجراح مختلفة تسببت لدى العديد منهم في إعاقة جسدية دائمة. كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن آخر أرقامها في وقت يحذر فيه مركز الحقوق فلسطيني من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع الارتفاع المضطرد في أعداد المهجرين قسريا ممن هدمت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، في ظل تدمير محطة توليد الكهرباء وتضرر قطاع المياه والصرف الصحي وتضرر المستشفيات ونفاذ مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية. ولتسليط الضوء على الوضع في غزة معنا عبر الهاتف مراسلنا من هناك سامح رمضان. سامح أهلا بك. أهلا بكم وبالتابع المشاهدين. سامح، كيف هو الوضع اليوم في غزة؟ نعم، يعني لازالت حصيلة الشهداء في ارتفاع لليوم 48 على التوالي منذ بدء العدوان على القطاع. اليوم كان أبرز أحداث الاستهدافات فجرا عندما أقدمت قوات الاحتلال على استهداف عائلة أبو دحروج، هذه العائلة التي تقطن في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. أمطرتها قوات الاحتلال بأكثر من 4 صواريخ شديدة الانفجار، أسفر عنها سقوط عائلة بأكملها المكونة من 5 أفراد، الأب والأم وثلاثة من الأبناء بينهما طفلتان لم يتجاوز عمرهم 4 سنوات.
أيضا كان هناك عملية تجدد للغارات على محيط المنطقة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جحر الديك القريبة من بلدة أو مدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر عنه عن استشهاد مسن في الستينيات من العمر وعدد من الإصابات. إلى الجنوب في قطاع غزة في رفح أيضا قامت طائرات الاستطلاع بقصف تجمع للمواطنين بصاروخ واحد على الأقل، راح على إثرها استشهاد مواطن وإصابة مجموعة آخرين تحديدا في حي الجنينة إلى الشرق من رفح. إلى ذلك عودت طائرات الاحتلال إلى قصف لعدد كبير جدا من المنازل بعدد من الغارات الجوية نفذتها طائرات F-16 في كل من حي الصبرة والزيتون شرق غزة، وأيضا محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وإلى الغرب من المنطقة الوسطى. إلى ذلك قصفت وعودت من جديد إلى قصف المقرات الأمنية المتواجدة في مناطق مختلفة في قطاع غزة. أيضا هناك قصف عنيف وكثيف أيضا وملفت جدا للأراضي الزراعية المتواجدة أو الموجودة بالقرب من السياج الأمني الفاصل، محدثة أضرار جسيمة جدا وبالغة خلفت فيها عدد من الإصابات. في تل الهواء أيضا هذه المنطقة الواقعة إلى غرب مدينة غزة هناك قصف مدفعي يعني لم يتوقف حتى هذه اللحظة. طيب سامح، مع تواصل هذا القصف الإسرائيلي حدثنا عن الوضع الإنساني في المستشفيات وعن انتشال الجثث لو سمحت. يعني إنسانيا كما في كل مرة يعني نذكر فيها في رسائلنا على الهواء أن ما شاء في قطاع غزة بالأمس كان هناك مؤتمرا صحفيا عقدته وزارة الصحة الفلسطينية طالبت فيه أن يكون هناك المزيد من الإمدادات والمزيد من المساعدات الطبية والمسالكات الطبية اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين احتياجات المصابين والجرحى. اليوم نتحدث عن أكثر من 2099 شهيد، يعني تقريبا 2100 شهيد، ونتحدث عن أكثر من 10,000 جريح. المشكلة والقضية الأهم إنسانيا هنا في المشافي الفلسطينية أن جزء كبير من هذه المشافي تضرر أثناء العدوان على غزة والمستمر إلى يومنا هذا. أن قضية أخرى ونقطة أخرى هامة أن عدد من المصابين يعانون من عملية فتل للأطراف، هذه الحالات الصعبة والحرجة والحساسة للغاية تتطلب قدرات وتتطلب إمكانيات أكثر بكثير من الموجود ومن المتوفر في المشافي الفلسطينية. هناك عملية عجز كبيرة جدا في عملية نقل المصابين والجرحى إلى خارج قطاع غزة. هناك مناشدات تتم حتى هذه اللحظة من أجل للعالم والمجتمع الدولي من أجل استيعاب هذه الحالات الصعبة، من أجل استيعاب خاصة حالات الأطفال الذين يعانون من بتر. هناك أكثر من 500 شهيد طفل وهناك أكثر من 5,000 طفل مصاب، أعداد كبيرة جدا منهم الأطفال وغيرهم من الفئات الأخرى يعانون من عملية البتر. هناك فقط عملية خروج أو التحويلات العلاجية للخارج ضئيلة جدا عددها ونسبتها مقارنة بالعدد بالعدد الأصلي لعدد الجرحى الذي فاق 10,000 جريح. مراسلنا من غزة سامح رمضان، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم على استئناف سريع للمحادثات التي تتوسط فيها القاهرة بين إسرائيل والفلسطينيين لإنهاء أزمة غزة. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة. على صعيد آخر، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس عدة مباحثات هاتفية مع عدد من رؤساء الدول والدبلوماسيين في المنطقة وخارجها انصبت حول آخر التطورات في غزة. شدد خلالها على ضرورة عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الحكومة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، كما أعرب المسؤول الأممي عن استعداد المنظمة الدولية لدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين، موضحا أن ذلك سيمهد الطريق لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين.
نتحول إلى العراق، حيث ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف مسجدا في محافظة ديالى شمالية شرق بغداد إلى 68 شخص. هذا وأكدت مصادر محلية أن ميليشيا شيعية فتحت النار داخل مسجد للأقلية السنية، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. ويمثل الهجوم الدموي انتكاسة لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي المنتمي للأغلبية الشيعية، والذي يسعى للحصول على دعم من السنة والأكراد لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يهدد بتقطيع أوصال العراق. أولئك الذين لا يريدون أن تمضي العملية السياسية على مجرى صحيح، وهم يستهدفون المجتمع العراقي ويستهدفون بنيته الاجتماعية. منذ أن بدأت الجريمة حصلت اتصالات مكثفة مع قوى سياسية ومع أطراف رسمية متعددة، البعض منها استجاب ويشكر على استجابته، وستصدر بيانات مختلفة ومتعددة من أطراف سياسية تتضامن مع أهلنا في ديالى وتتضامن مع كل الشهداء الذين هم ضحايا الإرهاب وضحايا الميليشيات. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إن الحرب على داعش ستكون طويلة الأمد، ويمكن هزيمة الدولة الإسلامية في العراق والشام إذا تمت مهاجمة التنظيم في سوريا، موضحا في ذات الوقت أنه طلب من الكونغرس 5 مليارات دولار لمكافحة الإرهاب في العراق. فيما وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي وصف داعش بأنها أخطر من تنظيم القاعدة. إيمان الهلالي والمزيد. قبل أيام فقط وجه تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يعرف بداعش تحذيرات إلى واشنطن من شن غارات جوية على معاقلها بالعراق، مرفوقة بشريط مصور يذبح فيه أحد عناصرها صحفيا أمريكيا في تحد معلن للقيادة الأمريكية. تهديدات زعزعت مراكز القرار في البيت الأبيض والبنتاغون الذي أعلن فيه المسؤولون استعدادهم لمواجهة داعش، مقرين بأن التنظيم يعد أخطر من تنظيم القاعدة، العدو اللدود لواشنطن. إنها ليست مجرد جماعة إرهابية، هم يجمعون بين العقيدة والقوة العسكرية المتطورة، لديهم تمويل جيد يفوق أي شيء عرفناه من قبل. قادما من سوريا التي حل بها منذ بدء النزاع قبل أكثر من 3 أعوام، ظل داعش يوسع تواجده في العراق وسط مخاوف من امتداد الطموح الخارجي للتنظيم. الولايات المتحدة الأمريكية حذرت من أن الشرق الأوسط يواجه معركة طويلة الأمد لإلحاق الهزيمة به، داعية إلى محاربته في كل من سوريا والعراق. لا يمكن استئصال وجود داعش فقط في العراق، ففي سوريا يوجد أصل التنظيم، لذا فإن الحملة يجب أن تستهدف عناصر التنظيم في الجانبين. العودة إلى مربع المواجهة في العراق بات أمرا مبررا في نظر الولايات المتحدة بعملية عسكرية موسعة تتوخى هذه الأخيرة القضاء على تنظيم داعش، إلا أنها قد تقضي على أمال العراقيين في وحدة البلد واستقراره. لا نحتاج الأمريكان أن يعودوا إلى العراق باحتلال جديد، نحتاج إلى أن يساعدوا العراق بضربات جوية فاعلة وحقيقية، لا أن تكون ضربات فقط للإعلام، ضربات غير مؤثرة. نحتاج إلى دعم، نعم، نحتاج إلى سلاح للحكومة، نعم، نحتاج إلى مستشاري عسكري، نعم، لكن لا نحتاج تواجد عسكري في العراق. الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد بأقوى العبارات بأن أمريكا ستكون صارمة مع داعش، ما يؤشر بحسب مراقبين على أن الدعم الأمريكي لقوات البشمركة العراقية قد يأخذ أشكالا أخرى أبعد من ذلك في القضاء على داعش في معاقلها بين أهل السنة في شمال العراق وبين المتمردين السوريين.
أفاد حرس الحدود الليبي بأن 170 مهاجرا غير شرعيا حاضرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء فقدوا في البحر على مقربة من ساحل العاصمة الليبية طرابلس. وأوضح المصدر ذاته أن حرس الحدود عثروا على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ على حطام المركب الخشبي الذي كان يقل نحو 200 مهاجر، مشيرا إلى أن سفينة واحدة لحرس الحدود الليبي تقوم بالبحث بسبب نقص الإمكانيات، وأنها تمكنت من إنقاذ 16 شخصا وانتشال 15 جثة، ولا يزال البحث جاريا عن 170 آخرين. قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن وباء إيبولا أصبح ينتشر بسرعة تجعل وقفه يحتاج إلى ما بين 6 و9 أشهر. في الأثناء أعلنت المنظمة حصيلة جديدة تعود إلى 20 من غشت آب الجاري، وتتحدث عن وفاة 1427 شخصا، من بينهم 624 في ليبيريا و406 أشخاص في غينيا و 398 في سيراليون و5 في نيجيريا، من أصل 2615 إصابة في المجموع. المزيد عن هذا الموضوع في تقرير نجاة بوتفسوت. سرعة انتشار التفشي الأخير لوباء إيبولا في غرب إفريقيا غير مسبوق بتأكيد من منظمة الصحة العالمية. من ليبيريا أوضحت المنظمة التي وجهت لها انتقادات بخصوص بطء تحركاتها لاحتواء المرض أن وقف انتشار الوباء سيحتاج أشهرا من العمل الشاق، لكنها في نفس الوقت ترى أن المرض ليس بحالة ميؤوس منها. الحالة ليست ميؤوسا منها، الإيبولا ليس مرضا جديدا، هذا مرض عملنا عليه وكافحنا ضده لعقود، هذه عدوى نفهم كيفية انتقالها وكيف تنتقل من شخص لآخر، وعندما تفهم ذلك لديك مفاتيح النجاح، لديك المفتاح لوقف التفشي. منظمة الصحة العالمية لم تستطع حتى الآن تقييم حجم تفشي الوباء في العالم بسبب تكتم عائلات أخفت مصابين في المنازل، إلى جانب وجود مناطق لا يمكن للمسعفين دخولها في ليبيريا وغينيا ونيجيريا والسيراليون. تفشي وباء إيبولا بغرب إفريقيا أودى حتى الآن بحياة 1427 شخصا من بين 2615 حالة إصابة معروفة. ومن المنتظر أن تصدر منظمة الصحة العالمية استراتيجية دولية بحلول نهاية الأسبوع القادم في جنيف لمكافحة إيبولا على مدى الشهور 6 أو 9 المقبلة. مرض إيبولا ليس له علاج في الوقت الراهن، لكن عددا محدودا من المصابين تمكنوا من الشفاء منه باستخدام عقار جديد في طور الاختبار. في ماليزيا هناك طريقة غريبة لصيد السمك، طريقة قديمة توشك على الاندثار، حيث يسترق الصياد السمع في أعماق البحر ليصطاد سمكه دون استخدام الطعم أو السنارة. هارون وابنه من الصيادين القلائل المتمسكين بهذه الطريقة العجيبة لكسب رزقهم من السمك قبالة سواحل سيتيو على الشاطئ الغربي لماليزيا. المزيد في هذا التقرير. يلقي هارون محمد نفسه في البحر، يمسك بيد واحدة قاربة ويغوص برأسه في الماء ليسترق السمع من الأعماق. هكذا يبحث الصيادون التقليديون في ماليزيا عن طرائدهم البحرية في طريقة قديمة توشك على الاندثار. يبلغ هارون 68 عاما وهو من الصيادين القلائل المتمسكين بطريقة عجيبة في البحث عن السمك قبالة سواحل سيتيو على الشاطئ الغربي لماليزيا، أحد أكثر البلاد استهلاكاً لثمار البحر في العالم. عندما تمعن في السمع تشعر وكأنك تنظر من خلال مجهر. نحن نبحث تحديداً عن أسماك الجيلاما. ولم يعد الصيد التقليدي واسع الانتشار كما كان في السابق، فكثير من الصيادين القدامى رحلوا، ومنهم من تقاعد عن العمل، ومنهم أيضا من عزف عن الطريقة القديمة متحولا إلى التقنيات الحديثة لتحديد أماكن تجمع السمك، إذ لم تعد الأذن كافية أحيانا في ظل ارتفاع الضجيج في أعماق البحار بسبب حركة السفن وتراجع أعداد السمك بسبب الصيد المفرط.
بالطبع أشعر بالضغط، أريد أن أكون جيدا كي أتمكن من الصيد لوحدي، ولكن مبدئيا لا أستطيع. ولم يعد الصيد وفيرا كما كان في الماضي، فبعد عقود من الإفراط في استخراج ثمار البحر بات على الصيادين أن يغوصوا أكثر من ذي قبل لسماع أصوات السمك. ولا يمكن لهارون أن يقدر مدخوله من الصيد، لكنه يقارب $2000 أسبوعيا، يحسم منها أجور مساعديه وثمن الوقود، فلا يبقى له شيء كثير. نتحول إلى المغرب، ففي إطار المخيمات الصيفية المنظمة لفائدة الأطفال يستفيد نحو 1200 طفل من أسر معوزة من مخيم للا مريم بكورنيش عين دياب بالدار البيضاء، يستفيدون من أنشطة ترفيهية ورياضية وتربوية بإشراف عدد من الأطر المتخصصة. التفاصيل في ريبورتاج عصام عباري. بانطلاق موسم الصيف تنطلق المخيمات الحضرية المخصصة للأطفال من أسر معوزة ومن المناطق التي تعاني الهشاشة، وتتم عملية التعبئة لاستهداف الأطفال المشاركين بمقاطعات سكناهم ونقلهم عبر الحافلات صبيحة كل يوم للمشاركة في المخيم الذي يقضي فيه الطفل يومه كاملا مستفيدا من عدة أنشطة وورشات. نركز في هذا البرنامج على التربية على قيم الوطنة الحقيقية، باعتبارها أصبحت ضرورة ملحة في الحياة اليومية للطفل. مخيم للا مريم بكورنيش عين دياب الذي تنظمه نيابة الشبيبة والرياضة بتنسيق مع جمعية المخيمات الحضارية الدار البيضاء أنفا، يستضيف هذه المرحلة 1200 طفل بشكل يومي، تسهر على خدمتهم أطقم تربوية متخصصة، وذلك بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية على امتداد الفضاء الشاطئي المحدد، الشيء الذي استحسنه الأطفال المشاركون. كنجمعات المخيم كنجي لي على قبل الترفيه والثقافة والاستفادة والألعاب ديالو السباحة، وكنجي تقريبا لهاد المخيم شي 3 سنين ولا عامين، وكنجي من هاد المخيم بزاف تقريبا في جميع الأشياء اللي كنبغاها، مثل أكثريين الرياضة كاينة كرة القدم والسباحة، وكنجي من هاد المخيم بزاف وكيتهلاو فينا في الأكل في كل شيء. المخيم فرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وتوجيه سلوكاته، وفضاء للعب والتواصل مع أصدقاء جدد، وهو ما يدعم مثل هذه المبادرات التي ترمي لفك العزلة عن أطفال المناطق الهشة. تطلق وزارة الشباب والرياضة في شهر شتنبر أيلول المقبل بشراكة مع قناة ميديا إن تي في النسخة الأولى من برنامج تلفزيوني جديد يسمى مغرب المواهب أو بيك أب، والموجه للمواهب الشابة في عدة مجالات. هذا وأوضح وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين في لقاء صحفي خصص لتقديم هذا المنتوج الجديد، أوضح أن الأمر يتعلق بمسابقة وطنية مفتوحة في وجه المواهب الشابة ما بين 10 سنوات و30 سنة، وتروم بشكل خاص تشجيع المواهب ومواكبتها، وذلك من خلال توفير شروط التعبير. اكيد ان ايضا ان عندنا واحد مجموعه ديال الانشطه، عندنا المهرجان ديال موسيقى الشباب، المسرح الشباب، سينما الشباب، ولكن بغينا يكون واحد الخيط ناظم ما بين هذه الانشطه اللي غادي تكون التتويج ديالها على مستوى هذا البرنامج ديال بيك اب اللي هو برنامج تلفزيوني واللي غادي يكون يعني متتبع من الشباب، وكنتمنى ان شاء الله اننا نراكموا على هذه التجربه بهدف انجاحها باش نعطيو واحد المجموعه ديال البرامج اللي غادي تكون دائما الاستثمار يعني دائما وابدا في يعني على مستوى اكتشاف المواهب الطاقة الشابة اللي فعلا اكيد انها موجودة، كنت كتسنى غير تعطى لها الفرصة باش يعني انها تفتخ وانها تعبر على ذاتها. بعد قليل تتابعون قراءة في الصحف الأسبوعية مع سحر بن سليمان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت mediatv.com. تحية طيبة لكم أينما كنتم.